بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تتعرض البشرة للكثير من العوامل والتي تتسبب في اسمرارها، وكذلك تكون البقع البنية، كذلك المسامات بالبشرة، وذلك بالتعرض للشمس لفترات طويلة، تناول بعض الأدوية والعقاقير، اضطرابات الهرمونات خاصة أثناء الحمل لظهور كلف الحمل، وكذلك تكون بقع بنية كأثار لحبوب الشباب أو كنتيجة لتقدم في العمر. لدينا وصفة رائعة جدا شاملة لإزالة المسامات، وكذلك تساعد في تفتيح بشرتك وتوحيد لونها. مكوناتها بسيطة سهلة ومتوفرة في كل بيت. نحتاج لاثنين ملاعق طعام كبيرة من الزبادي الطبيعي، أي اليوغورت الطبيعي، الروبا أو الدانون، يوغورت طبيعي. ونحتاج لاثنين ملاعق شاي صغيرة من العرق السوس، هذا هو العرق السوس، يكون على شكل أعواد، وبعدها يطحن على شكل بودرة ناعمة. نأخذ 2 ملاعق شاي صغيرة، ونأخذ 2 ملاعق شاي صغيرة كذلك من بودرة نشا الذرة، أي كورن فلاور، أو بما تسمى عندنا بالمايزينا. بديل المايزينا هو نشا الأرز، بودرة الأرز. يمكنك أخذ الأرز وطحنه على شكل بودرة ناعمة لاستخدامه في هذه الوصفة. بديل الزبادي هنا يمكن استخدام الحليب السائل أو حليب البودرة، رائع جدا في هذه الوصفة. هذه الوصفة آمنة الاستخدام للحوامل والمرضعات والبنات من عمر 10 سنوات فما فوق، يمكنهم استخدامها وبكل أمان. صلاحية هذه الوصفة تدوم لمدة أسبوع كامل في الثلاجة، نستخدمها مرتين في اليوم لنتائج أفضل وأسرع. نستخدمها صباحا ومساء. النتائج تبدأ في الظهور أول 3 أيام من استخدامك الصحيح لهذه الوصفة. نأخذ 2 ملاعق طعام كبيرة من الزبادي، نضيف عليها نشا الذرة، ونضيف العرق السوس. صاحبات البشرة الجافة جدا، يضيفوا ملعقة شاي صغيرة من زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو أو زيت اللوز المر. صاحبات البشرة الدهنية، يضيفوا لهذا الماسك ملعقة شاي صغيرة من عصير الليمون. نخلط جيدا المكونات، ثم نقوم بتوزيع هذا الماسك على بشرة تكون نظيفة. نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر والغسول. إذا كان لديك في البيت غسول تعتمدينه لغسل بشرتك يمكن استخدامه، غير متوفر أنصحك باستخدام غسول شامبو الأطفال الموجود بقناتي، فهو غسول مناسب لجميع أنواع البشرة. إذا كانت بشرتك بها حبوب أنصحك بغسول الصدر الموجود بقناتي. نقوم بتوزيع هذا الماسك من أسفل، دائما لا ننسى الرقبة، ويجب الاسترخاء وعدم الكلام، لأن فوائد هذا الماسك كثيرة جدا، ليست فقط للكلف والمسامات، على فوق الشفاه كذلك وحول الفم، كذلك منطقة الهالات، رائع جدا لإزالة الهالات والتعب والانتفاخات، على الجفون كذلك يوزع، وعلى الجبين. نتركه لمدة ربع ساعة، وبعدها نقوم بغسل هذا الماسك بالماء الفاتر ثم الماء البارد لغلق المسامات. إذا كانت المسامات واضحة نمرر مكعب من ماء الورد على البشرة، وبعدها يجب الترطيب. ترطيب البشرة كل واحدة حسب نوع بشرتها،
يمكنك إذا كان هنالك كلف واضح أنصح بترطيب البشرة بكميات متساوية من زيت اللوز الحلو وزيت اللوز المر. قومي بخلط هذه الأنواع من الزيوت في زجاجة واستخدميها لترطيب بشرتك إذا كان هنالك كلف واضح. قلت هذه الوصفة تستخدم مرتين في اليوم لنتائج أسرع، تبدأ في الظهور في 3 أيام فقط، لأن هذا الماسك يحتوي على عرق السوس، والعرق السوس من أكثر المواد الطبيعية التي تساعد في تفتيح البشرة وتوحيد لونها. وتدخل خلاصة العرق السوس كمكون أساسي في تركيب معظم كريمات التفتيح، حيث يعمل على تفتيح بشرتك بأمان ويقضي لك على التصبغات الجلدية والبقع البنية والكلف والنمش، كما أن هذا الماسك يهدئ من التهابات البشرة ويقضي على الإكزيما، وكذلك يعالج حبوب البشرة وآثار حبوب البشرة. كما يمكنك كذلك استخدام تونر العرق السوس. فمنقوع العرق السوس، نأخذ ملعقة طعام كبيرة من مطحون العرق السوس أو عود من العرق السوس، نقوم بغليه في كوب من الماء، نضيف عليه القليل من عصير الليمون إذا كانت البشرة غير حساسة، وبعد استخدام هذا الماسك ليلا قبل النوم باستخدام قطعة من القطن، نقوم بتبليدها بهذا التونر، نمسح البشرة دائما بداية بالرقبة وكل بشرة الوجه. إذا كنت تعانين من كلف عميق، أنصحك باستخدام تونر العرق السوس صباحا ومساء، وللحصول على نتائج رائعة أنصح باستخدام كريم مرطب بعد استخدامك لماسك العرق السوس والنشا من أجل حماية بشرتك من الجفاف. وكذلك النشا في هذا الماسك يحتوي على كمية من البروتين والتي تساعد على تعزيز الكولاجين في بشرتك ويحافظ لك على شبابها ويخفي لك التجاعيد. كذلك يساعدك الفيتامين A الموجود في النشا على تفتيح البقع الغامقة التي تظهر على البشرة كالنمش والبقع الناتجة عن أشعة الشمس. لهذا فهذا الماسك سريع المفعول، قلت من أول 3 أيام ستلاحظين نتائج رائعة جدا بحول الله. المعادن والحمض الأميني في النشا يحافظ لك على نعومة بشرتك خاصة إذا قمت بترطيبها. كذلك النشا يمتص الزيوت الزائدة من بشرتك الدهنية خاصة صاحبات البشرة الدهنية، ويساعد على منع ظهور حب الشباب خاصة للبنات الصغار، يمكنهم عمل هذا الماسك كوقاية لبشرتهم إذا كانوا طبعا يعرفون نوع البشرة أنها دهنية. أنصح بعمل هذا الماسك كوقاية للبشرة من ظهور حب الشباب. كذلك ينظف سطح الجلد من الشوائب، تصبح البشرة نقية نضرة ومشرقة، وهذا من أول استعمال. النشا وعرق السوس بهم فيتامين إي يرطب البشرة وكذلك يحميك من أشعة الشمس. إذا كانت هنالك تصبغات من أشعة الشمس، أنصح من استخدام هذا القناع. فيتامين سي كذلك موجود في هذا الماسك، يرمم لك البشرة. كذلك يحتوي على فيتامين B4 ينظم الغدد الدهنية التي تقلل الالتهابات وحب الشباب، يحفز قلت نمو مادة الكولاجين والإيلاستين بتعاونه طبعا مع عرق السوس الرهيب. والقناة بها عدة وصفات بعرق السوس، والحمد لله كانت النتائج مرضية بعد تجربتها من قبل مشتركات قناتي. وكذلك هنا النشا يمنع جفاف البشرة إذا قمنا بترطيب البشرة، لأنه يحتوي على عنصر البوتاسيوم.
كذلك هنا النشا يغذي البشرة مع الزبادي والعرقسوس ويعطيك نظارة رائعة جدا لبشرتك. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.